علشان اوصل للمفاتيح عشان اختبرها اول حاجه وافك الدعامه بتاعه ازازه المايه اللي فوق عن طريق ان انا بلفها كده هو للجنب وبرفعها لفوق. بعد كده بلاقي الجزء البلاستيكي ده بشده لفوق اسحبه كده هو وبعدين بميله جوه خالص كده واسحبه لفوق. بعد كده يبقى عندي مسمارين ورا في الظهر اعلى مسمارين في الجهاز. المسمار ده ببدا افكهم. وببدأ بإيد واحدة أرفع الوش ده لفوق كده وبعدين بسحبه كده. بنلاقي إن كان فيه جوال، الجوال ده مكانه هنا. بعد كده بفك حامل المفاتيح عن طريق ان انا بمفك كده هو بضغط عليه. بيخرج معايا حامل المفاتيح وعليه المفتاحين. تمام، بفك الترامل بتاعه المفتاح الاخضر كده. يعني ممكن ما بفكهاش خالص باستخدام الافوميتر. بشغله واظبطه على وضع البزر وبوصل بالمفتاحين. لو انا وصلت بالمفتاحين كده والمفتاح كان شغال وما ادانيش بزر، ده معناه ان المفتاح مش سليم. تمام، لو انا مشغل وعملت اختبرت بالبزر على طرفين المفتاح كده بالافوميتر واداني بزر زي ما احنا سامعين كده هون، ده معناه ان المفتاح سليم.